مرحبا بكم. القضية نتاع اليوم راح ضحيتها وليد من مواليد الإسماعيلية في مصر. 2008 وليد قرر يتزوج وكان يحب واحدة اسمها رندا، لكن رندا ما كانتش تحب وليد. أهلها فرضوها عليها علاقة، أنجبوا منها 3 صغيرات. وليد كان يخدم صباح وعشية خدمتين باش يوفر حاجيات العائلة متاعه، وهذا تسبب له في حالة من الاكتئاب. حالة من الاكتئاب خلت عنده ضعف جنسي اللي خلى مرته كل عركة تعايره بيه. نهار من نهارات مرته قالت له: يا راجل راني ما تفهمش معاك وما نحبكش، خلي كل واحد يمشي على روحه. قال لها: استهدي بالله، ما حبش تفهم، هزت ساكها وصغيراتها ومشيت لدار امها. وهي في دار امها تمشي تخرج للسوق، في السوق تعرفت على واحد اسمه سيد محمد سيد، وتطورت العلاقة بيناتهم وما تنجمش تجيبه لدار امها. فلذلك قررت ترجع لدار وليد راجلها، تحسن العلاقة معاه، خاطر هو يخرج يخدم الصباح ويروح كان في المخر. علاقة دامت 3 شهور، يمشي عليها ويجي للدار. الصغار بدأوا يسألوا في امهم: شكون الرجل هذا؟ قالت لهم: هذا خالكم ما تعرفوهوش. رندا كرهت راجلها وولدت تخمم كيفاش تتخلص منه، خاطر علاقتها مع سيد اتطورت، ولدت تحبه، تعلقت بيه. نهار من النهارات دارت لراجلها وقالت له: هاي نمشيو للسوق، عندي قضيه نقضيهم ومنا ناكلوا حاجه ونعملوا دره ونروحوا. ومشاو للسوق، فرح راجلها. قعدوا في الرستوران باش ياكلوا حاجه، قالت له: حاجتي بشربها ماء، جيب لي الماء. مشى يجيب لها في الماء، الوقت اللي هو باش يجيب في الماء حطت له سم الفيران في الماكله نتاعو. على بلاصه كلي طاح، تلمت بيه العباد، هزوا للسبيطار. امنع اتصلت بسيد وقالت له: راهو راجلها ما ماتش، وتفاهموا زوز اللي لازم يحطوا له حاجه ما اقوى باش يموت. بعد 5 شهور طيبت له كاستي وحطت له فيه مبيد الحشرات. قعد يتسكر قدامها لين داخ، طلبت له الحمايه المدنيه، جو هزول السبيطار، عاود منع. عاد كيكا كلمت عشيقها قالت له: لا هنا لازمك انت تقتله. والخطه كالاتي: شابت هو يشري لها الدواء من الفرماسي، مش يلقى سيد يستنى فيه لوطه بسكينه. وهذاك اللي صار، قالت لراجلها: راني مسحقه دواء من الفرماسي. مشى هو هبط، كي جا مروح يلقى سيد يستنى فيه بسكينه، يعطيه دغره في كرونتو ودغره في كرشو، يموت على بلاصه. بعد ما قتلوا هز الجثه ورماها في واد. بعد نهارين خرجت الجثه على برا، ولهنا بدات الابحاث. وبعد التحريات عرفوا اللي هي عندها علاقه مع عشيقها سيد. كي جابوا سيد يبحثوا فيه قالوا له: راهي رندا استعرفت بكل شيء. هذه حنكة البحاث. لهنا سيد استعرف بكل شيء وحكي لهم الحكاية من طقطق لسلام عليكم. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الأغراب بمعاقبة كل من السيد محمد السيد محمد ورندا إسماعيل محمود محمد عبد الله بالإعدام شرطا. ولهنا حكايتنا توفى نتاع اليوم. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة.